بسؤاله فيض من الذكر، وبعلمه أفهامنا تدري. بسؤاله فيض من الذكر، وبعلمه أفهامنا تدري. فاستفته فالغيب منبجس، علمنا على ألبابنا يجري. فالغيب منبجس، علمنا على ألبابنا يجري. فقه وفكر رؤية نلق، يجلي البصائر من سنى البدر. فقه وفكر رؤية آلق، يجلي البصائر من سنى البدر. يا أهل ذكر الله، إن لنا بسؤالكم نورا على الصدر. يا أهل ذكر الله، بسؤالكم نورا على الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. وعدنا في الحلقة الماضية أن نكمل اليوم موضوع المخدرات وأخطارها من حيث الأسباب والعلاج، وسنتناول بحول الله تعالى في هذه الحلقة جملة من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها المجتمع وأن تتنبه لها الأسر، حتى يتكاتف الجميع من أجل علاج هذه الظاهرة. وقلت بأنها ظاهرة لأنها توسعت في كثير من المجتمعات وباتت مصدر قلق للأمة والإنسانية بأكملها. ضيفنا في هذا اللقاء هو سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام للسلطنة. راجين منكم أن تشاركوا عبر الأرقام التي ترونها تظهر على الشاشة بين الحين والآخر، وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات العالمية. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل. سماحة الشيخ، الأسرة تحب ولدها وتحرص عليه وتحب ابنتها كذلك، فهل يمكن أن تكون في لحظة من اللحظات سببا في تعاطي الأبناء للمخدرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حب الذرية فطرة مركوزة في طباع البشر، بل في طباع حتى الحيوانات الأجماء، فإن كل أم تحنو على ولدها وترأمه وتحرص على سلامته، كما هو معروف في كل نوع من أنواع الحيوانات. والإنسان بما أن الله سبحانه وتعالى وهبه العقل وميزه بالمسؤولية وأنزل إليه شرائعه، لا ريب أن الإنسان بجانب هذه الفطرة التي فيه هنالك ما يكملها من شرائع الله سبحانه وتعالى ومن وحي العقل البشري، كل ذلك يدعو إلى أن يحرص على سلامة الأولاد. ولكن قد تنحرف الفطرة وقد تتبدل المعايير وتنقلب الموازين عندما تكون هذه العاطفة غير مضبوطة بضوابط شرعية وعقلية. فلذلك كثيرا ما يؤدي الأمر إلى إرخاء الآباء والأمهات لأولادهم من الذكور والإناث العنان، حتى يهيموا في هذه الحياة ويتصرفوا كما شاءوا. قد يأتي ذلك من تلك العاطفة الجياشة التي في نفوسهم، بحيث يتصورون أن حب الأولاد في إرخاء العنان لهم وعدم المبالاة
بتصرفهم، وهذا أمر فيه خطورة عندما تغيب الرقابة، رقابة الأب خاصة ثم رقابة الأم عن الأولاد. ربما يندفع الأولاد وراء رغباتهم الشخصية وراء المؤثرات الكثيرة التي تكون من خلانهم، هم لا يبالون بمن يصاحبون، قد تؤثر عليهم هذه الرغبات في أن يمارسوا أمورا فيها كثير من الخطورة، ومن بينها تعاطي المخدرات أو تعاطي الخمور أو تعاطي التدخين أو السرقة أو ممارسة الفواحش إلى غير ذلك من الانحرافات التي لا تحصر بحد معين. فلذلك كان على كل أب وعلى كل أم ألا يكون حبهما لابنهما أو لابنتهما سببا لإهماله، بل يجب أن يكون حبهما سببا لمراقبته وإحاطته بسياج من المحافظة عليه حتى لا يندفع إلى أي مفسدة من المفاسد. فإن هذه مسؤولية، إذ الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ومن مقدمة الأهلين الأولاد، والله تعالى المستعان. طيب سماحة الشيخ، المخدرات تكون في كثير من الأحيان أو يكون أمرها في كثير من الأحيان مخفيا، فهي ليست كالتدخين تشم رائحته من الفم، وليست كالخمر الذي يظهر أيضا من رائحة الفم الكريهة ومن ترنح الجسم. كثير من الأبناء يتعاطون المخدرات إلا أن الآباء يكتشفون ذلك بعد فترة طويلة. هل هناك طريقة معينة تنصحون بها الآباء كي يتحسسوا أبناءهم لعلهم وقعوا في هذه المشكلة؟ من المعلوم أن عين الرقيب يجب أن تكون يقظانة، ألا تكون عين الرقيب في منأى عن متابعة الأولاد وما يفعلونه في الخفاء، بل يجب أن يكون كل أب وكل أم يجردان من نفسيهما رقيبا على هؤلاء الأولاد في تصرفاتهم. وإن وقع إهمال أو فلت الأمر وما ملك الأب وما ملكت الأم ضبط الأولاد، فإنهم في هذه الحالة يجب عليهم أيضا أن يفعلوا ما يمكنهم من علاج حالة الولد لأجل إفاقته من هذه السكرة التي أخذته، وتنبهه من هذه الغفلة التي دفعته إلى الوقوع في مثل هذه الأشياء. فعليهم جميعا أن يكونوا رقباء وأن يكونوا حراسا. ومع هذا أيضا لابد لكل أب وكل أم من أن تكون لهما جلسة عند الأولاد من أجل وعظهم وتذكيرهم بالله واليوم الآخر، وتحذيرهم من هذه المخاطر، وتحذيرهم من رفقة السوء، وتحذيرهم من مغبة كل مفسدة من المفاسد، ولسيما بما قبل المراهقة. في هذه مرحلة حساسة، يجب على كل قبل المراهقة وأثناء المراهقة وبعد المراهقة، هذه مرحلة حساسة جدا، يعني على كل أب وعلى كل أم أن يحرص على اليقظة وعلى تنبيه الأولاد وتذكيرهم بالله واليوم الآخر. تحدثتم سماحة الشيخ عن موضوع المراقبة، مراقبة الأبوين لأبنائهم. هذه المراهقة في مرحلة من مراحل طفولة الإنسان يجدها نوعا من القيود ونوعا من فرض الذات أو محاولة تقييد الحرية فيستنكفها. هل هناك نوع معين يتبعه الآباء في مراقبة أبنائهم؟ خير الأمور الوسط، لا بد من التوسط بين الشدة والليونة وبين القسوة
والانطلاق لعدم المبالاة لابد من هذا لمصلحة الولد، ويجب أن يذكر ويعرف بأن هذا إنما هو لمصلحته عندما يقسى عليه أحيانا على أن تكون هذه القسوة مصحوبة بتذكير وتبصير، وإنما هذه لردعه عن الانحراف. لا بد من ذلك، هذه المراقبة من ضرورات الحياة، وإن لم تكن هناك مراقبة نعوذ بالله قد ينفلت الأمر، على أن الأولاد بطبيعة الحال قد يوجد فيهم من تكون فطرته سوية من أول الأمر، وأن يكون يستنكف من إتيان مثل هذه التصرفات، ولكن هذا قل ما يكون مع عدم التذكير وعدم التبصير وعدم المراقبة. سمحت شيخ، الصداقة بين الأبناء من أعقد المشكلات، وهي من الأسباب القوية في تعاطي الكثير من الأبناء للمخدرات. والابن في مرحلة المراهقة يختار أصدقائه بنفسه، الأب هنا كيف يقنع ابنه في أهمية اختيار الأصدقاء الآخرين، خاصة وأن الابن يريد أن يختار أصدقائه بنفسه، ماذا يصنع الأب؟ هناك وسائل وأساليب في التعامل مع الأولاد وتذكيرهم وتبصيرهم لا بد من أن يمارسها الأب وتمارسها الأم، وإن أعوزتهما الخبرة فعليهما أن يرجع إلى الخبراء، ربما يكون هناك خبراء نفسانيون على قدر من القدرة والخبرة في وضع الأمور في مواضعها، فبإمكانهم أن يستعينوا بهؤلاء من أجل تبصير الأولاد. الأولاد هي جوهرة غالية لا يمكن أن يفرط فيها. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. طيب سماحة الشيخ، ننتقل إلى شيء آخر. عندما يقع الولد والعياذ بالله في شرك المخدرات، تكون الصدمة عنيفة عند الأب وعند الأم، وقد تصدر منهما أيضا أفعال عنيفة في نفس الوقت. الذي يتعاطى المخدرات في كثير من الأحيان لا ينفعه العنف، فما هي الطريقة التي يتعامل بها الأبوان مع الذي وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون التعامل بحكمة لا بالعنف، لأن الولد يصبح أسيرا والعياذ بالله لهذه العادة السيئة. إذ إدمان المخدرات من أخطر أنواع الإدمان، حيث من الصعب على الإنسان أن ينفك، وهذا حتى بالنسبة إلى التدخين، كما قال أحد الشعراء في السجارة: اتخذتها أمة فصرت لها عبدا. فشأن الإنسان أن يستأثر لمثل هذه العادات السيئة وأن يجد صعوبة في الانفكاك منها، ولكن على الأبوين وعلى المجتمع بأسره أن يربي الإرادة في هذا المبتلى بهذا الأمر حتى يستطيع الانفكاك عنه. معنا الآن الاتصال بالأخت بثينة بنت سالم الوهيبية، أخصائية اجتماعية بقسم الإدمان في مستشفى ابن سينا. الأخت بثينة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عافاك الله الأخت بثينة. الله يعافيك إن شاء الله ويعافيكم بإذن الله. آمين جميعا. أخت بثينة، لديك رسالة ماجستير تتحدث عن أسباب العودة إلى المخدرات، ما هي أبرز العوامل التي توصلت إليها، خاصة وأنت تبحثين في المجتمع العماني، ما هي أبرز العوامل نقول باختصار التي تؤدي إلى تعاطي الأبناء للمخدرات؟ اسمح لي في البداية دكتور سيف الهادي بأن أنتهز هذه اللحظة المباركة لأسلم على شيخنا العلامة الشيخ أحمد الخليلي، جزاه الله عنا خير جزاء، بارك الله ونفع به الأمة الإسلامية أجمع. آمين بارك الله فيك. حتى طبعا أنا قسمت بالرسالة العوامل الاجتماعية المؤدية إلى العود إلى إدمان المخدرات كالتالي: العوامل المتعلقة بالمجتمع، من أكثر العوامل المؤثرة في العود إلى إدمان المخدرات عامل الرجوع إلى نفس البيئة والظروف السابقة المهيئة للعود إلى إدمان المخدرات، خاصة إذا مبتل الشخص بأن يكون في بيت به ثلاث أفراد أو فردين يتعاطوا المخدرات ولا يوجد لديه خيارات أن يذهب إلى بيت آخر. أيضا عامل إغراء الأصدقاء، حيث أن أصدقاء السوء يتعمدون بأن يتعاطون أمامه، كما أنهم حينما يطلع أي شخص
متعافي من ابن سينا، كما يحكونهم لنا هذه الحكايات بأنهم يأتون حتى يقوموا بشراء الحبوب، وهذا من الوقائع التي تحدث لهم. أيضا عامل النظرة الدونية من قبل أفراد المجتمع، وعامل أيضا ابتعاد الأقرباء والأصدقاء الصالحين، للأسف طبعا الأصدقاء الصالحين يبتعدون عنهم. أيضا من العوامل الذاتية عامل وقت الفراغ وعدم استغلاله بالشكل الإيجابي، يليه البعد عن الدين. وأيضا يأتي عامل ضعف القدرة على التعامل مع المشكلات من العوامل الذاتية المؤدية إلى العود إلى إدمان المخدرات. وكذلك من العوامل المتعلقة طبعا بالعودة المتعلقة بالعمل، من العوامل عامل عدم الحصول على عمل ووظيفة. وأيضا هناك عامل جدا خطير، وأتمنى على الجهات المعنية بأن تهتم بهذا العامل، توفر المواد المخدرة في بيئة العمل. لا حول الله ولا قوة إلا بالله. طيب. وأيضا سوء تعامل الزملاء طبعا في العمل مع هؤلاء المتعافين. طيب الأخت بثينة، الذي يعني يحصل على علاج من أجل المخدرات ويتعافى ثم يخرج، لماذا يعود؟ هل هناك يعني مثلا هذه العوامل التي ذكرتيها هي عوامل مؤثرة خارجية، لكن هل في جسم هذا الذي يتعاطى المخدرات شيء يجره إليها جرا ويحتاج إلى أشياء أخرى تمنعه عنها؟ طبعا جسمانيا هو متعافي، نعم خلاص جسمه انتهى من السموم، ولكن هناك ما يسمى فكرة الشوق التي تظل في ذهن المتعافي. وهذه الفكرة حينما يقترب من المؤثرات الحسية أو السمعية أو البصرية التي تذكره بالمواد المخدرة أو بالأدوات، سوف قد يؤدي ذلك إذا ما توفر له الدعم. يعني هناك أيضا عوامل تتعلق بالأسرة أنا لم أذكرها طبعا، اللي هو عامل ضعف ثقة أهالي المتعافين، ضعف الرقابة، انشغال الأهل، وجود مشاكل أسرية. كل هذه العوامل التي ذكرتها حينما تكون موجودة بالإضافة إلى فكرة الشوق التي تراوده مع عدم وجود المهارات اللازمة للتعامل معها، سوف يؤدي ذلك إلى عودته إلى الإدمان مرة أخرى. طيب الأخت بثينة باختصار إذا سمحتي، التوصيات التي ذكرتيها في الرسالة ما هي؟ طبعا مجموعة توصيات كثيرة، ولكن أذكر أبرزها باختصار. لابد من وجود آلية إحصائية تكشف بدقة عدد العائدين إلى الإدمان. إلى الآن لا توجد آلية إحصائية موحدة نستطيع يعني من خلالها نتعرف على كم عدد العائدين إلى الإدمان. أيضا يجب دائما طبعا مشكلة العودة إلى الإدمان الآن ظاهرة عالمية، وتقدر ب 90% من عدد عدد المتعافين يعودون الإدمان. فيجب أن يكون الاهتمام على قدر المشكلة، فلا بد أن يكون هناك في تطوير تدريبي مستمر لجميع العاملين في قسم علاج الإدمان. أيضا التوسع في إنشاء المراكز العلاجية والتأهيلية، حيث أنه لا يكفي مركز علاجي واحد. أيضا يجب أن يكون هناك صرف مساعدات مادية للحالات المحتاجة. يعني لدينا من المتعافين الذين يخرجون وهم يريدون أن يغيرون حياتهم، ولكن طبعا الذي يرجعهم وجود ديون تثقل على كاهلهم، ديون مع عدم وجود وظيفة أو عمل، مع رفض أسري، سوف يرجعه ذلك إلى الإدمان، خاصة إذا ما كان لديه الإرادة والإيمان بأنه حينما سوف يسعى ويتوكل على الله سوف بإذن الله يتعافى. أيضا لابد من العمل على توفير فرص وظيفية وتدريبية. يعني نتمنى إن شاء الله من وزارة القوى العاملة بأن توفر فرص وظيفية وتدريبية للمتعافين، كما يجب إدراك موضوع الإدمان والانتكاسة ضمن المناهج الدراسية في المدارس ومراكز محو الأمية. وأنا في توصية معينة جدا مهمة سوف أختم بها، اللي هو وضع برنامج للكشف الدوري في المدارس للكشف المبكر عن الحالات. لابد من وجود هذا البرنامج. لماذا؟ أغلب العائدين حينما جئت لكي أدرسهم وجدت أنهم بدأوا في المرحلة الدراسية. هذه التوصية مهمة بالفعل، ونحن أيضا سنبدأ بها سؤالا للشيخ بإذن الله. شكرا جزيلا أخت بثينة بن سالم الوهيبية، أخصائية اجتماعية بقسم الإدمان في مستشفى ابن سينا، شكرا جزيلا لك. قبل أن نستقبل المكالمات الأخرى، نسأل الشيخ في موضوع المدارس. سماحة الشيخ، ما الذي ينبغي أن تشتغل عليه المؤسسات بالنسبة للدارسين، بالنسبة للمدارس، بالنسبة للمناهج، حتى يتجنب أبناؤنا هذه المشكلة؟ من المعلوم أن الوقاية خير من العلاج، والوقاية لا تكون إلا بالتبصير. ف
فلا بد من تفسير الطالب منذ المراحل الأولى من حياته أو من حياته الدراسية بخطورة التلبس بهذه العادة السيئة. فيجب على القائمين على التربية بأن يضعوا في مناهج التربية التحذير البالغ وتعريف هؤلاء الطلاب بخطورة المخدرات. لابد أن تكون في كل المراحل مناهج دراسية مشتملة على بيان خطورة المخدرات وسرعة تأثيرها على الناس وكيف تؤثر من أين تدخل على الإنسان، من مرافقة الأوغاد، من محاولة التجربة، تجربة ممارسة هذا الشيء، من اتباع الشهوات، من الاشتغال عن ذكر الله سبحانه وتعالى، عدم التفكر في أمر الآخرة والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون الطالب منذ المراحل الأولى على وعي بهذا الأمر كله، على أن لا يفرق بين شيء وشيء. دائما نركز على هذا، أن لا يفرق ما بين المخدرات وما بين الخمور وبين التدخين أيضا. كما ذكرت، التدخين وسيلة إلى استعمال المخدرات، وضحايا التدخين يعني بالملايين في كل عام، وحتى بالنسبة إلى الغرب يعني منظمات الدواء والغذاء في الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بإلحاق التبغ بالمخدرات في المحاربة، لكن أصبحوا أسار لهذا الأمر على أن تجار التبغ هم أيضا لهم أثر كبير في على أن هذه المخدرات يعني سبحان الله لها أثر من ناحية تربية الروح الإجرامية. وهذا مما وجدته مسطرا، حتى قبل يومين تقريبا كنت في مطالعة لبعض الكتب ورأيت أن امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت محامية، وخرجت مع زوجها ومعهما طفلهما الصغير الذي كان في الثانية من عمره، ودخل سوقا من الأسواق وإذا بهذا الطفل يختطف من بين أبويه، اختطف وما عرف عنه أبواه، ومضى 22 عاما والأم لا تعرف عن هذا الطفل هل هو حي أو ميت، حتى كانت تتصور أنه ميت لأنه لم يطلب من أبيه ولا من أمه دفع فدية أو دفع مغرم لأجل رده، فتصوروا أن الطفل قتل. بعد مضي 22 عاما وكانت انتقلت من المحاماة إلى القضاء، كانت قاضية، وجاء إليها بمجرم يقتحم على أسرة وقتل 5 من أفراد الأسرة، قتل رب الأسرة وأولاده وزوجته، الله المستعان، قتل 5. فحكمت على هذا المجرم بالإعدام. بعد الحكم بالإعدام أجري لقاء صحفي عنده، فسئل عن هويته فأخبرهم بأنه لا يعرف أصله، وإنما الذين ربوه أخبروه بأنهم اختطفوه وهو ابن عامين في موضع كذا في سوق كذا. الأم تذكرت قصة ابنها وفقدانها له وأرادت أن تتأكد من هذا الأمر، كانت محتفظة بشيء من بصماته في ذلك الوقت، فطلبت مقارنة ما بين هذه البصمات وبصمات هذا المجرم، فتبين هو المجرم وقال بأنه ربي اقتطف من قبل إصابة مخدرات وربي على الإجرام وتصفية الناس القتل واستخدم في هذا الأمر. فالأم تأسفت على أنها فقدت ابنها لمدة 22 عاما، وعندما اكتشفت وجوده اكتشفته وهو مجرم، وهي التي حكمت عليه بالإعدام، وقالت لكن بما أن هذا الحكم هو الذي تقتضيه العدالة لا يمكن أن تتراجع عنه مهما كان، وقالت أيضا
بأنه لا يستحق الحياة بعدما مارس الإجرام بهذا القدر. إذن يعني المخدرات تبعث إلى أمور خطيرة في هذا العالم، يعني ينشأ عنها الإجرام، ينشأ عنها إزهاق الأرواح، سفك الدماء، إخافة الآمنين، نهب الأموال، كل ذلك مما يضاعف مسؤولية الناس في التحذير من هذه المخدرات وعواقبها الأليمة. الأخ أحمد لهيبي مكالمة. الأخ أحمد، الأخ أحمد تفضل. طيب الأخ أحمد ليس معنا. بالنسبة للموقع هنا الأخ ناصر بن سعيد يقول: ما حكم التستر على متعاطي المخدرات حتى ولو كان من الأبناء، وما حكم وما الطريقة المثلى في التعامل مع ذلك؟ هذا من باب التستر على المرض، والتستر على المرض يؤدي إلى فشو ذلك المرض وانتشاره في الجسم، وكذلك بالنسبة إلى مثل هذا. طيب إذا ننتقل إلى سؤال آخر سماحة الشيخ. تفضل. فيما يتعلق أيضا بالمجتمع، ذكرت الأخت بثينة وهي أخصائية متخصصة في هذا الجانب أن مؤسسات كثيرة عليها أن تقوم ببرنامج حتى تحمي المتعافين من المخدرات من العودة إليها، هل توجهون رسالة إلى هذه المؤسسات؟ نعم، كل المؤسسات هي مطالبة بهذا. فمن ناحية، أولا يجب على المجتمع أن يربط هؤلاء بالرفقة الصالحة، وأن يربطهم بمساجد الله سبحانه وتعالى، بحيث يظلون يترددون على الذين يقيمون شعائر الله في بيوت الله، ويحافظون على أداء الواجبات، ويراقبون الله تعالى فيما يأتونه ويذرونه، ويذكرونهم بالله واليوم الآخر. فالمسجد له دور كبير في تنقية الأجواء من هذه اللوثات، وكذلك بالنسبة إلى وسائل الإعلام لها دور كبير في التحذير وبيان كيفية التخلص من هذه الآفة الخطيرة، وصون هؤلاء المتخلصين عن العودة إليها. وكذلك أيضا جميع المؤسسات الأخرى، مؤسسات التربية أيضا في جميع مراحل الدراسة من الروضة إلى أعلى المراحل الدراسية لها أيضا دور في هذا الأمر. الأسرة في البيت، على الأسرة أن تحتضن هذا المبتلى الذي عوفي من هذا البلاء، وأن تعينه على عدم العودة، بحيث تحوطه بسياج من حسن المراقبة والمعاملة الحسنة، لئلا يعود مرة أخرى إلى تعاطي ذلك. وكذلك المؤسسات الأخرى كلها عليها أن تتعاون على هذا الأمر. أخ أحمد لهيبي نعود إليك. أخ أحمد، أحمد لهيبي. أيوة، السلام عليكم. تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. اهلا بك الاخ احمد. الحمد لله، اشكر الله بخير ولله الحمد. سماحه الشيخ كيف الحال؟ الحمد لله حق حمدي. جزاكم الله خير على هذا البرنامج القيم. الله يبارك شيخ الاخ احمد. ونشكر القائمين على هذا البرنامج المفيد. نطلب من الاخوان زياده وقت البرنامج لما له من الدور والفائده. الله يبارك شيخ الاخ احمد. نشكركم على طرح هذا الموضوع الخطير الذي تفشى في المجتمع وبين الشباب، وللاسف الشديد بدا ينتشر بين البنات. والمخدرات تعد ظاهرة خطيرة وتدمر المجتمعات والشباب. ناس بسبب طمع المال، لأنها تجارة مربحة، يدمرون الشباب. نقطتي سماحة الشيخ، نطالب توجيه رسالة إلى جهات الاختصاص، وهو إذا ما تطرقت به من موضوع التدخين، ولا نفرق بين جميع المسكرات. بصفتنا متطوعين في مساعدة المدمنين، أكثر المدمنين اللي تعاملنا معهم يقولوا سبب الإدمان بداية من التدخين، ونحن نطالب جهات الاختصاص ونحملهم المسؤولية. نرى في المناطق وأمام المساكن محلات بيع السجائر ومشتقاتها والمنتجات التبغ، ونرى فيها يعني شباب
كثير يلقوا هذه المحلات. أخبرني أحد الطلاب في الصف تقريبا السادس الأساسي أنه في المدرسة يعملوا تفتيش ويجدوا عنهم هذه الأشياء. طيب. يعني الطالب يبدأ من تعاطي هذه الأشياء، هذه السموم، التبغ، ويصل إلى المخدرات. نتطرق كذلك إلى دور الأسرة. لازم دور الأسرة يكون الآباء مسؤولين عن أبنائهم. بسبب تعاملنا مع بعض الآباء والله أن الحالة خطيرة جدا جدا. عليهم أن يراقبوا أبنائهم ولا يعتمدوا على المدرسة، لأن بيئة المدرسة، وجدنا من المتعاطين من يقول أن في المدرسة نتعاطى المخدرات. نوجه طيب. رسالة إلى كل أب أن يحافظ على ابنه، وما يكتفي التربية فقط في المدرسة، وعليه أن يعوده على حضور المساجد، ارتاد المساجد، لأن الطفل إذا ما تعود من الصغر على المساجد يتعود على الأماكن المشبوهة. طيب. جميل أخ أحمد، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. الأخ علي الحميدي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك الأخ علي. والله مساءكم بكل خير. الله يسعد مساءك، أهلا بك. أيضا نشارك الإخوان بالنسبة للمخدرات التي أفشت وانتشرت في المجتمع العماني، ولاقت كثيرا من المروجين، وأصبحت تؤرق الكثير من المواطنين، وأصبح لها خطر وخيم وكبير على المجتمع العماني، خاصة أيضا الطلاب من الجنسين في المدارس، وتكلفة العلاج كبيرة، ونتيجة العلاج لا تتعدى 2% أو أقل. مع وجود الأسباب، أما الأحرى بنا أن نقضي على الأسباب والمسببات. نذكر عندما ظهر أنفلونزا الخنازير في بعض الدول الأوروبية، هرعت كثير من الدول العربية ومن بينها سلطنة عمان على أخذ المضاد الذي يمنع الإصابة بهذا المرض، توقيا من تكلفة علاجه، وصارت ضجة في جميع أنحاء السلطنة. نعم. مع تكثيف التوعية ونشر قواعد السلامة، ودخلت في نواحي كثيرة ومتنوعة حتى في العلاقات الاجتماعية والدينية. نعم. من أجل توقي المرض، من باب الوقاية خير من العلاج. لماذا ما يتخذ هذا الأسلوب في المخدرات؟ جميل. ومن المسؤول عن الأسباب، وأيضا ما تكون الإجراءات التي تصرح لها تحت تذريع التصاريح التجارية التي تحمل الكتابات العريضة تحت التبغ والسجاير، وهناك من وراء الكواليس. طيب الأخ علي، يدخل عن طريقها. واضح. ما رأي الشيخ في هذا يعني الأمر؟ جزاك الله خير الأخ علي، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. سمحت الشيخ، هناك مضغات معينة بمسميات مختلفة يتناولها بعض الأبناء على مرأى من آبائهم. هذه المضغات تحمل مسميات طبعا متعددة، وللأسف الشديد تباع في بعض المحلات، في بعض الأحيان خفية، وفي بعض الأحيان حتى تباع في البيوت. مثال ذلك طبعا ما يسمونه بأفضل والمسوار وغيرها، هذه مسميات مختلفة. هل ثبت لديكم ضررها، وأنها بالفعل تؤدي إلى تناول المخدرات لاحقا، وبماذا تنصحون الجهات المسؤولة في تعقبها؟ هذه كلها إنما هي مقدمات الإدمان على المخدرات. حسب ما علمت وحسب ما تبين لي، هذه كلها تؤدي إلى الإدمان على المخدرات والعياذ بالله، وهي وسائل لترويج هذه الآفة الخطيرة فيما بين الناشئة. فلذلك يجب أن تكون المراقبة مراقبة شديدة، وأن يحذر الأطفال منذ نشأتهم الأولى من أي قبول لمثل هذه الأشياء، أو انجرار مع زملائهم الذين اعتادوا تناولها وتعاطيها. على كل أب وكل أم أن يحرص على التحذير، تحذير جميع أفلاذ أكبادهم من الوقوع في هذا الأمر، وعلى المجتمع أن يصون أبناءه أيضا، وأن يحفظ ناشئته من وقوعهم في هذا الأمر الخطير. هذه آفة من أخطر الآفات، وكذلك كل ما يؤدي إلى تعاطي المخدرات. كما قلت، التدخين آفة من أخطر آفات العالم، الناس ألفوها وتحارب الآن هذه الآفة في بلاد الغرب، ولكنهم يصدرونها إلينا مع ما في
التدخين من مضار عظيمة، بحيث تتصاعد الأرقام باستمرار، أرقام الضحايا في كل عام، حتى وصلت الآن 10 ملايين أو ناهزت ذلك في كل عام بالنسبة إلى العالم، وهذا أمر في منتهى الخطورة. نفس التدخين كما يقال، التبغ يحتوي على 6800 مادة سامة، وأخطرها النيكوتين، وما يتعاطاه كما يقال المدخن المعتدل لمدة 30 سنة من ما يتعاطاه من التبغ فيه من مادة النيكوتين ما يكفي لتسميم مدينة سكانها 10,000 نسمة. فبناء على هذا تبين أن ما ينتج سنويا من السجائر في العالم يكفي لتسميم 4 مليارات شخص في العالم. خطير، ظاهرة خطيرة. ومع هذا أن التدخين يسبب تعاطي المخدرات، وهو أيضا يدمن عليه الإنسان بحيث يصبح أسيرا لهذه العادة السيئة. سمحة الشيخ، ينظر المدمن إلى نفسه دائما بأنه مخطئ، وأنه ليس بعد خطئه غفران، على اعتبار أنه يعود في كثير من الأحيان إلى هذه المخدرات متى ما وجد في نفسه شوقا إليها، وهذا يدفعه إلى الابتعاد عن شيء يسمى التوبة. لماذا؟ لأنه ينظر إلى نفسه على أنه إلى انحدار. هل من همسة في أذنه تبين له أهمية الرجوع إلى الله، وأن الله تعالى يقبل من يتوب؟ الله سبحانه وتعالى نادى جميع عباده الذين قارفوا ما قارفوه من الأعمال التي تبعدهم عن الله، ناداهم الله سبحانه وتعالى إليه، ودعاهم إلى التوبة، وحذرهم من عاقبة الإصرار، وبين لهم وسائل التوبة. الله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الله تعالى ينادي عباده الذين أسرفوا على أنفسهم، قارفوا ما قارفوا من الخطايا، عملوا ما عملوا من الموبقات، أن يعودوا إليه. ومعنى ذلك أن كل معصية يجد الإنسان سبيلا إلى التوبة منها إن صدق في توبته وعزم على التخلي عن هذه المعصية، وعزم على عدم العودة إليها كما لا تعود الألبان إلى ضروعها، واستغفر الله سبحانه وتعالى منها، وندم على مقارفتها. عندما يفعل الإنسان ذلك لا ريب أن الله تعالى يغفر خطيئته، وعلى الإنسان أن يسارع ما دامت هناك بقية من العمر في التوبة إلى الله والرجوع إليه. الأخ أسعد البدوي والأخ أيضا أبو الحسن وغيرهم من الإخوة الذين بعثوا بأسئلتهم، قد تمت الإجابة طبعا على أسئلتكم في أثناء كلام الشيخ، ولكن يبقى سماحة الشيخ فيما يتعلق بموضوع الوازع الديني الذي تحدث عنه الكثير من المتصلين. المجتمع في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان لا يساعد الإنسان على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى للنظرة الساخطة التي ينظر بها إليه. كيف الذي يخرج متعافيا من هذه الآفة، ما هو المحيط الذي تنصحون به أن يصنعه لنفسه، وكيف ينمي الوازع الديني في حياته؟ هو عليه أن يقوي إيمانه بالله واليوم الآخر. كلما قوى إيمانه بالله كان ذلك معتصما له، لأنه يشعر أن الله هو رب النعمة التي يتقلب في أعطافها، هو الذي وسعه بفضله ومننه وأحاطه بكرمه وأغدق عليه فضله، فعليه أن يراقب الله. اليوم الآخر منقلبه إليه، ويجزى فيه بما قدم خيرا كان أو شرا. هذا الإيمان عندما يقوى في نفسه
يجعله يتغلب على ضرورات على ما يتصوره من ضرورات حياته، ويتغلب على هوى نفسه ونزعاتها، ويتغلب على نزغات الشيطان ويثوب إلى الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يقوي إيمانه بالله واليوم الآخر، وعليه أن يجالس الذين يقوون جانب هذا الإيمان في نفسه، وأن يأتي من الأعمال وأن يمارس من الأخلاق ما يجعله مكان حسن ظن الناس به، حتى لا يسيء به الظن ويتجنبه. وعلى الناس أيضا أن يتقبلوه، لأنه عضو في المجتمع، ولا ينبغي أن يبتر العضو مع إمكان علاجه. فعندما يبدأ العضو في العلاج لماذا يبتر؟ إنما على المجتمع أن يحافظ على هذا العضو. صحيح. طيب سماحة الشيخ، سؤال أخير نظرا لأن الوقت بقيت منه دقيقة. المخدرات الالتفات إليها في كثير من الأحيان قليل، كما ذكر الأخ علي أنه عندما جاء مرض من الأمراض إلى أي بلد، حتى أن السلطنة فيما يسمى بإنفلونزا الخنازير أعلنت حالة الطوارئ تقريبا، وتم شراء عدد كثير من الأدوية. هذا الجانب أيضا نستطيع القول أنه مهمول من قبل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أو أنه لا يهتمون به كثيرا، جانب ملاحقة المخدرات بأشكالها المتنوعة. ما الذي تنصحون به الدعاء حتى ينشطوا في هذا الجانب؟ أنا أدعو جميع الدعاء إلى عنايتهم بهذا الأمر وتحذير المجتمع منه، وأدعو وسائل الإعلام إلى التركيز على هذه الناحية كالتركيز على الأمراض الأخرى التي هي قريبة أو مشابهة لهذا المرض، كتعاطي الخمور أو تعاطي التدخين. أدعو الجميع إلى أن يركزوا على هذا الجانب، وأن يبينوا للناس خطورة تعاطي هذه الأمور. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ، ونعتذر للإخوة الذين ظلوا ينتظرون دخولهم علينا على الهاتف. وفي الحلقة القادمة أعزائنا الكرام سوف نتحدث عن المال العام، كيف يحافظ عليه الناس، وكيف يتربى الأبناء في البيت وفي المدرسة على ضرورة المحافظة على الأموال العامة والمحافظة على مكتسبات بلدانهم ومقدراتها. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة على ما أفاض به في هذا الموضوع المؤرق، ونشكركم أيضا على حسن إصغائكم واستماعكم إلينا ومشاركتكم كذلك عبر الوسائل المختلفة. نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزداد دنيانا من نور فتواه، من جاء يسأله مرحى وحياه.